انا مش عارفه، مش شفتكيش قبل كده. شفتك كنت بتكلم معاكي هناك. والله طب قربي لي عشان انا مش عارفه. ليه انت عندك كام سنه؟ عندي 13. وبقالك قد ايه تعبانه؟ من اول ما اتولدت. بقالك 13 سنه؟ اول ما اتولدت قالوا انت عايزه تعملي عمليه، عملتها وانا عندي 3 سنين، كان عندي ثقبين وفرط رباعي، وعملت العمليه والتمريض بوظ لي العمليه وجاب صديد، وبعد كده راح مكحتين الصديد والحاجات دي، ولسه باينه العمليه، وانا مش عايزه العمليه تبان عشان لما بلبس بنصكم وبنزل في الشارع زمايلي بيقعدوا يعايروني ويقولوا ايه ده، ده انت تعبانه، حرام عليكي انت بتعملي دوت، ما ينفعش تنزلي كده، وانا بزعل. طب وانت المفروض ليكي عمليه صح؟ وكانوا قايلين لك مالكيش عمليه في مصر؟ هتعيطي ليه دلوقتي؟ بتزعلي ايه؟ الناس بتتريق عليكي يعني؟ بيقولوا لك ايه يعني؟ بيقولوا لي اشمعنى انت اللي تعبانه، احنا مش تعبانين، حرام عليكي ما تنزليش كده الشارع بنصكم، يقعدوا يقولوا لي كده. يعني انت ما بتحبيش ان حد يعطف عليكي؟ ما بتحبيش تحسي ان انت ضعيفه او اقل من الناس؟ عايز تلبسي بنصكم زي الناس، عايز تلعبي، عايز صح؟ مش عايز تحسي ان حد يعني شايف انك ضعيفه. العيا وحش قوي صح؟ بس انا خايفه اموت في العمليه دي، لو مت مش هشوف قرايبي ولا هشوف اي حد تاني، ولا هشوف ماما ولا اي حد، ولا هشوف اخواتي، وهزعل طبعا. هو ربنا بيعمل حاجه وحشه صح؟ حتى لو الموت ده ربنا اختاره اكيد مش هيبقى حاجه وحشه. بس احنا ليه نتكلم عن الموت؟ طيب ما حصل لي موت. حاسه انك هتموتي؟ ما قلتيش عامل فيكي يضربك ولا اعمل ايه؟ كئيبه اللي هتكئبي. ليه حاسه انك هتموتي ليه؟ مش عارف، بس انا يعني من اول ما اتولدت وانا عايشه مع جد وتيتا، جد اللي بيجيب لي كل حاجه ويجيب لي اللي انا نفسي فيه كله. في مامتك وباباكي كل واحد فيهم متجوز ومخلف. انا مع جدك وجدتك اول ما اتولدت. يعني انت هنا مع جدتك مش مامتك؟ لا، وانت في البيت. ومامتك ما قالتلكيش اجي معاكي اعمل عمليه؟ مينفعش، هي جت قعدت معايا يومين وهي قاعده في البيت دلوقتي، وهتمشي بكره، تيجي كل شهر تقعد معايا يومين وتمشي. وقالتلك ايه قبل ما تسافري؟ طيب قعدت تقولي ما تخافيش وخلي املك في ربنا وما تزعليش، وقعدت تقولي كده، وقعدت تاخدني في حضنها وتعيط. برضو عايزه اعرف ليه حاسه انك هتموتي ومش حاسه ان انت هتبقي كويسه؟ نفسي بقى اصحى من النوم الاقي ماما هي اللي تصحيني وهي اللي تلبسني وكده، ف يعني كده نفسي احس زي اي بنت من بناتي. برضو يعني عادي، فانا يعني كان نفسي هي اللي تيجي معايا، بس ما ينفعش عشان اخويا الصغير. طب ايه علاقة الموت بان ماما تيجي معاكي؟ انا كنت عايزاها معايا في طول الوقت، وانا حاسه لو انا مت مش هشوفها تاني كل شهر زي ما كنت بشوفها. اه يعني انت ما بتشوفيهاش خالص وبتشوفيها كل شهر؟ معايا يومين وتمشي. خايفه لا تموتي وما تشوفيهاش خالص؟ دي الحاجة الوحيدة اللي مخوفاكي من الموت يعني، انك مش هتشوفي مامتك. طبعا جد بتزعل عشان هما ليهم فضل كبير عليا اللي هما كبروني. طب ليه ما يبقاش في يعني سيناريو اخر؟ ان احنا هنرجع وهنشوف ماما كتير وهنبقى كويسين وهنتجوز وهنخلف وهندخل مدرسة، ليه ما يبقاش كده طيب؟ مش عارفة. جايين نموت هنا احنا، موتنا هناك. قولي لي بقى، انت بتقولي زيها انا خايفه اموت برضو، هل انتوا عشان انتوا الاتنين كبار في السن ففاهمين ان العيا ده جامد؟ ما كناش حاسين واحنا لما كنا بنعمل العمليه، بس لما كبرنا فاهمين. فاهمين ايه بقى؟ فاهمين اللي هيوجعنا، ولما نطلع من العمليه نبقى تعبانين،
ممكن ما نطلعش. يعني لما بتكبروا في السن بتفهموا مدى خطورة اللي عندكم صح؟ بتفهميه منين بقى، من الدكتور ولا من عيلتك ولا بتسمعي الكلام ده منين؟ لا، من اسمع الدكتور للبابا وخلاص. بيقول ايه الدكتور لماما؟ يطلع بيتك هيعمل العملية وممكن هيطلع وممكن هيطلعش في العملية. تطلع وممكن ما تطلع. يعني انا لما بطلع في التلفزيون واقول بتشوفيني وانا بقول للناس كده ان انتوا حالتكم خطرة وان انتوا ممكن تروحوا في اي لحظة وبتاع، بيبقى شكلي ما حدش ممكن يصدقني ولا؟ لا والله بصدقك على طول. بتصدقيني عشان عارفة، لكن انا بقول لك الناس اكيد مش عارفة ان انا كلامي صح. لا بابا، ما يعني في ناس عارفة ان انت كويسة مش على ان انا كويسة، قصدي اقول ان انتوا المرض اللي عندكم صعب بس الناس ما بتحسش ان هو صعب. انتي بس اللي بتبقي عارفة. صح. تروحي مدرسة وفي سيبنا الامتحان النهاردة. امتحان ايه بقى؟ كان امتحان دراسات، كنا المفروض نمتحنه عشان ما نسقطش في المادة دي. هو ايه، اعدادية ولا تانية اعدادي ولا كام؟ لا انا تانية اعدادي. وانت؟ اولى اعدادي عشان متأخرة سنة. اولى اعدادي وتانية اعدادي؟ اولى اعدادي وتانية اعدادي امتحنوا سوا. يعني احنا سيبنا المادة اللي احنا امتحناهاش. انا على الدراسات يعني؟ لا، هي علم ودراسات. طب ما قلتوش المدرسة ان انتوا عندكم عملية؟ لا، المدرسة بتاعت عارفة ويدلوا لها بعد الروح بالسلامة ويجي خليك تحن من اول وجديد. طيب انا لما عملت معاكي في شهر 10 اللقاء، يعني الكلام ده كان من كتير قوي، من 3 شهور، قلت لي انا خايفة اموت صح؟ لما قالوا لك ان انت مسافره وجايه هنا النهارده، حاسه برضو ان انت هتموتي؟ لا، بسيط يعني. بسيط يعني حتى احتمال يعني. حواليكي بيقولوا لك ايه طيب؟ تقولوا ان شاء الله ابقى كويسه وابقى حلوه واجري والعبي زي العيال اللي كانوا يلعبوا. الخوف من الموت ده بيبقى حاجه صعبه قوي؟ يعني بتقعدي تفكري فيه؟ لا. بتقعدي تفكري في الموت ده ايه ولا بتقعديش؟ لا، انا افكر بس انا بصلي وادعي لربنا. صلي وتدعي. وانت عمرك فكرت الموت ده ايه؟ انا كل ما افكر ازعل، ومره اقول من احب لقاء الله الله احب لقاءه، افضل اقول كده شويه اعيط وشويه اضحك، مش عارف. عارفه النهارده عشان جرعه الكابه اللي انت اديتوها لي دلوقتي دي الحمد لله وانا لسه طالعه من المستشفى، ان انا مش عايزه خالص الاحساس ده خالص. يعني انا عايزه ان فعلا فعلا تفائلوا بالخير تجدوه، ان فعلا كلنا نتفائل، كلنا نقول يا رب، وان دايما ربنا اللي بيقول له يا رب بيسمعه صح؟ يعني ربنا اكيد سمعنا كلنا احنا بنقول يا رب، واكيد ربنا عايزنا نفضل مع ماما وبابا، واكيد جابنا هنا عشان ينقذ حياتنا. احنا كل واحد في حته، وتقابلنا من غير معاد، وعرفنا بعض من غير معاد. اهلا 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 اهلا. خدتي مهدئ؟ ظبطتيها؟ ايه الاخبار؟ عايزه عروسه؟ شكلها ايه بقى العروس؟ بيبي؟ معها بامبرز؟ طب انت عارفه احنا جايين نعمل ايه هنا؟ ايه؟ عمليه؟ والعمليه دي صعبه ولا سهله ولا ايه؟ سهله. سهله صح؟ لازم بقى نتعلم كلنا. العمليه سهله وهنخف وهنبقى حلوين صح؟ وانت عايزه عروسه انت كمان؟ شكلها ايه بقى؟ بيبي برضو. نجيب 2 بيبي ماشي؟ طيب احنا دلوقتي في، احنا ما دفعناش فلوس العمليات دي، احنا جايين هنا ببلاش
عشان كان لازم تسافروا بسرعة جدا 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 عشان ما يحصلش اللي انتوا بتقولوه ده. يعني احنا ضحينا بان احنا ما يحصلش اللي انتوا بتقولوه ده. يعني احنا ضحينا بان احنا ندين نفسنا بفلوس عشان كنتوا لازم تيجوا هنا بسرعة جدا جدا جدا. فانتوا برضو عليكوا دور، يعني انتوا في ناس بتتبرع واحنا تعبنا قوي معلم ما جبناكوا هنا، فانتوا كمان لازم تبقوا اقوياء جدا وما تخافوش وما تتهزوش، ويبقى عندكم ايمان بربنا ان انتوا هتقوموا وهتبقوا كويسين. وبالليل بقى مش نقعد نكئب مامتنا ونعيط ونقول احنا خايفين، زي ما بقول لكم هنا مفيش حد هيوجعكم خالص. تلاقوا طول النهار يجيبوا لكم هديه وبيجيبوا لكم لعبه ويقعدوا يسلكوا ويضحكوا في وشكم، ومفيش حتى ولا ابره ولا اي حاجه قد كده هتوجع خالص. بس لازم يبقى عندنا اراده ونبقى قوية جدا، ماشي؟ ونقول يا رب، كلنا نقول دلوقتي يا رب. صوتكم صوتكم واطي كده، هيسمع ازاي ربنا دلوقتي؟ لازم صوت عالي قوي. ده صوت عالي قوي. فستكين تعيانين ولا ايه؟ انا عندي برد. خلاص يا يوسف، كلام رجاله في الشياط. انا بعمل عمليه، عايزاكي تيجي تبقي معايا. حاضر. خايفه انا من العمليات دي، ابقى معاكم بس هبقى معاكم. لو وعدتوني ان انتوا تبقوا اقوياء هبقى معاكم. برضه تبقي معانا ما تسيبيناش. مش هرجع اعيش هنا بقى. ماشي. اتلكش. يوسف مش عادة يوسف خالص. ماشي، انا هسيبكم بقى دلوقتي وهاجي لكم الصبح عشان هنروح نعمل شويه كشوفات كده الصبح. و مفيش حقن، مفيش عادي عادي. انت عادي واخد على الموضوع. الحقن مش عادي، الحقن صعب. لا لا مفيش حاجه، مفيش حاجه توقع. مش حاجة هتوجع خالص خالص. كل واحد بقى يروح يدخل اوضته دلوقتي. صباحوا على خير، وبكرة نروح نعمل الاكو. هنجيب البيبي. ها